مسلسل حضرة العمدة اللي بتدور أحداثه حوالين صفية عارف الفارس واللي بتجسدها النجمة روبي، ومن خلال الأحداث بتفوز روبي بمنصب العمدة في قرية اسمها تل شبورة. ومن خلال المسلسل هيتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كتيرة وإزاي هيحلوها، زي مثلا ختان الإناث والهجرة غير الشرعية وغيرها من المواضيع. كاميرا إكسترا نيوز كانت موجودة داخل كواليس مسلسل حضرة العمدة، وزميلتي المذيعة حور محمد عملت لقاء مع الفنان حسام داغر. خلونا نشوف حوارهم للإبداع في مصر. وهي العمودية دي حاجة مهمة؟ الكل لازم يعرف إن إحنا اللي بنوزع الأدوار وإحنا اللي بنفرق الورق. أنا صفية الفارس، أنا صفية الفارس. هنمد ايدينا بالسلام، ما سلموش نسلم عليهم بالسلاح. سيبنا لك البحر يا شربايه، انت واخوك اتغرقوا فيه الناس الغلابه. ده مشروع انا عامله لتل شبوره. الغبي هو الذكي اللي فاهم انه ذكي لوحده. مبقاش كمان نقصات عقل ودين يتكلموا. العالم بره هيحتاجنا وعمره ما هيقدر يستغنى عننا. اللي يعرف يخلص يشيل. انت عارف بتكلم مين؟ انا هجيب لك حقك تالت متاني. وين ما رجعش؟ انا عارفه انت جايه هنا ليه. هو انت مش قلتي الكلام الخيبان ده قبل كده؟ وانا قلت لك هسجنك. هو ده القانون لحضرة العمدة. بأموال عامة لازم يبيع واحنا اللي هنشتري. لو فتحت بقك في الموضوع ده تاني بيكون لك عيش فيه. ده الناس اللي ما تعرفش ربنا. درغام بيضغط بغباوة. عايز تحرق أرض الفوارسة؟ خوف بقى ولا مصلحة؟ السم ده تخصص الدهايشة يا كابتن. المهم دلوقتي لازم نوقف اللي اسمها صفية دي عند حدها. دكتورة صفية عارف الفارس، عمدة تل شبور، عمدة تل شبور.